يبقى عندنا هنا قطعه القماش مجموعه من الحصى مختلف الاحجام، حبال بلاستيك، والصبغه. الصبغه دي مكونه من ماء وخل وملح وملون الطعام. الطريقه كالاتي: هو بنجيب قطعه القماش، نبتدي نضع الحصى ونكسف عليها قطعة القماش، ونقوم بالربط والعقد باستخدام الايش؟ الحصى والحبال البلاستيك. بنلف بقوة، تلف الحبل البلاستيك وتقوم بالعقد. نقص زيادة، وبعد كده هناخد الاتجاه الثاني للحصى نفس الطريقة، نلف ليش الحبل البلاستيك ونقوم بعملية العقد. بعد كده نقوم بوضع حصى الثانية وبنفس الطريق. نقوم بقص الحبال زيادة، ونضع بعد كده داخل بهذه الطريقة إلى أن ننتهي من قطعة القماش كامل بنفس الطريقة. نضع الحصى ونربط عليها بالحبل الايش؟ البلاستيك. Thank you.
كده هنبقى وصلنا لاخر شيء، اخر قطعه القماش. هتكون بالطريقة هذه. بعد كده هنقوم بصبغ قطعة القماش. هنا نبتدي في عملية الصبغ اللون الأحمر. ونمزج مع أخضر أزرق. أصفر. نتأكد ان قطعة القماش الصبغة اتخللت قطعة القماش كامل. بعد كده نتركها لحد ما تجف تماما، ونبتدي في فك الحبال بعد الجفاف. وبعد كده نقوم باستخدام المكواة بفرد قطعة القماش باستخدام المكواة. بعد كده في الخطوة الأخيرة بنعمل إخراج فني، ودي اللي هنشوفها بعد كده.